مساء الخير. منعزي كل أهالي الشهداء يلي سقطوا اليوم بتفجير الضاحية الجنوبية، وبنتمنى للجرحى الشفاء العاجل. وبالعودة لطقسنا، أجواء متقلبة حرارياً مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. أما الجو فهو صافي والحرارة مرتفعة لمثل هالوقت من السنة، والهواء متوسط السرعة والرؤية جيدة والرطوبة عالية والبحر متوسط الموج وحرارة 118 درجة. أما الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة. لبكرة طقسنا غائم بسحب مرتفعة مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من بعد الظهر، مع تكون ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ليلاً. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، إذن 13 درجة، وبالبقاع عم تسجل 4 و2 بالأرز، والمرتفعات 10 درجات. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديداً من الأبيات 12، 21 بترابلس، 21 بجبال، ومن بعدها بيروت 22، وصيدا 23، وصور 21 درجة، بنت جبال 17، نبطية 18، بيت الدين 21، وبرمنا 19، 20 ببعلبك، الأرز 11، والهرمل 23 درجة. بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و25 كيلومتر بالساعة، والرياح شمالية لشمالية غربية وشمالية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس الليلي واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. الليل بتوصل ل 13، وبكرة بين 12 و22 درجة بتوصل أقصاها، والخميس بين 12 و19، نهاراً 19 وأدنيها 12 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذاً صنعاء 24، الرياض 20، والدوحة 22، ومن بعد تونس 17، وترابلس 19 درجة، وروما 12 درجة. وهيدا كان طقسنا، أنا بشوفكم بكرة.